نتابع حلقتنا مع ضيفنا لليوم المصور الفوتوغرافي سعد سلوم. اهلا وسهلا فيك سعد. كيف صحتكم؟ كيف صحتك انت؟ بايجن. وعينيك بكير؟ لا معود فيه. على فكره الصبح انا بنزل بعمل رولر بليدز يعني كل يوم. بتصور الصبح؟ مرات بصور. ايه اي ساعه بتصور عاده؟ على فكره هو احلى شيء للتصوير بيقول عندك ذا جولدن اور يعني الساعه الذهبيه اللي بتكون تقريبا ساعه اول ما تطلع الشمس وساعه قبل ما تروح الشمس. هذا اللايت بيكون احلى اضاءه اذا واحد بده يصور اكستيرير يعني برا. طيب عاده وقت يكون المصور الفوتوغرافي هالقد بحب شغلته بضل حامل كاميرا وين ما كان؟ مزبوط. بحب اعرف انا بصراحه يعني بشتغل بتعرفي انت كمان 3D انيميشن. هلا بنحكي عن شغلك بس هيك ستيل حياتك. كمان لل 3D انيميشن بعوز دائما مثلا اخذ تكستشرز فدائما معي كاميرا بصور كل شيء تكستشرز كل شيء مثلا اللوكيشن عجبتني بدي ارجع لها بعدين بدرس مثلا شو الكوستيومز بدرس الوانها كل هالقصص. كنت عم تحكي انه انت بتصور كمان يعني بتعمل 3D انيميشن وصور فوتوغرافيه بنشوفها ثلاثيه الابعاد. مزبوط. شو يلي اخذك لهيدا المجال سعد؟ اوكي بصراحه انا دائما بحب اتحدى حالي. يعني انا من الناس مثلا لنقول بيتهوفن وموزار اثنيناتهم بحبهم. انا كفنان مثلا ما بغار من غير مصورين او من غير ما بعرف شو. فبالنسبه لي بحس انه السياحه دائما بتساعد الكل يعني ما حدا بيغطي على حدا. سو تحدي المفروض يكون بين الانسان وحاله. فانا بحب دائما اتحدى حالي انه في شغله ما بعرفها تعلمتها صرت اعرفها كنت انه ما بعرفها ابدا ومع الوقت بصير اتقنها. فمن هذا المجال بحس انه تقريبا يعني ما بعرف شو بدي اقول لك بس عم نشوف نحن هلا بعد الصور كمان ساعات العالم كمان تعرف اكثر شو الستيل يلي انت عم تحكي عنه. بس خلي كفي شو كان بدك تقول. اوكي سوري شو كان السؤال؟ كنا عم نشوف ليش رحت على 3D. اوكي ليه رحت على 3D؟ اكشلي بصراحه انا بشتغل الفيديو. بلشت اول شيء مع شركه بتعمل بروموشن لكتب كنت اعمل لهم دعايات للتي في. فمره اجت وحده قالت لي هونيك انه بليز بدنا نعمل كتاب عم بيفتح 3D. فانا انه دارس فيلم برودكشن بانجلند وكل هالقصص انه بس ما بعرف اعمل 3D. فبلشت على الفوتوشوب كيف بجيبوا كتاب وبيفتح وبحط صوره الكتاب على الكتاب 3D وبفتحه. فمن هذا المجال يعني انبسطت بالفكره. فبلشت اتعلم شوي شوي انه كيف هيدا. فلقيت بروجرام كثير حبيته تقريبا الديلز وذ كاركترز يعني مثلا في عندنا كثير بروجرامات بال 3D مثل 3D ماكس عاده بيكون مثلا بيست اون اركيتكتشر. مثلا اللي بيشتغل اركيتكتشر بيركزوا عليه. فانا بحس انه بما انه دارس تمثيل وبحب يعني بحب اتعاطى مع الانسان اكثر من اوكي برسبكتيف و 3D اركيتكتشر. سو فتت بهذا البروجرام وكثير حبيته وتعلقت فيه. يعني صار عندي ادكشن كل يوم بالليل بدي اروح على الاستديو اقعد اتعلم فيه واشتغل عليه واشتغل على كاركترز واعمل كاركترز واحاول مثلا شخصيه احاول اعملها كاركتر 3D. فمن هذا المجال بلشت. دائما بيقولوا انه المصور بيشوف اشياء غيره ما بيشوفها. هالشيء مزبوط؟ بصراحه كثير مزبوط. وحقول لك شغله مش عني حقول لك انا بنبسط. مثلا عندي كثير اصحاب اجانب مصورين بيجوا على لبنان كثير بنبسط لما يجوا يصوروا لبنان لما اشوف هن كيف بيشوفوا لبنان غير نحن ما بنشوف لبنان. يعني هن مثلا يمكن بيمرقوا بالاذاعه بيشوفوا الدواليب وما بعرف شو انه بالنسبه لهم حتى في هذا منظر ما بيشوفوه عندهم يعني 100% بس شو هن سوفونير بس هن بضيفوا عليه شغله مثلا لنقول الفاشن تي في يعني الميجر مين ستريم تبع الموديلينج. مثلا في وحده صورت موديل ذات اللوك تبع كل شيء بس وين عين المريسي مع شو مع الشباب كلهم مجمعين عليها انه عم بيقولوا واو ما واو انه احنا ما بنفكر فيها هالشغله بس هني فور ذم اتس فيري اكزوتيك. خلينا نحكي عن يلي عم نشوفه. هدول صور مركبه. لا هول صور حقيقيه. اف كيف زبطوا؟ بس في منهم يعني انا بالنسبه لي ام ديجيتال فوتوغرافر. يعني في عندك ناس مثلا كثير معلقين هني انالوج فوتوغرافرز ما بيصوروا الا بالماميه او بيصوروا بالاولد فورماتس او ايفر. انا كثير بحب التكنولوجيا وما عندي مشكله واحد يكون ديجيتال ابدا. يعني كيف لنقول الموسيقى في عندك ناس ما بيسمعوا الا فاينل في عندك ناس بيسمعوا سي دي في ناس كاسيت في ناس ما بعرف. هي شو هاي؟ خلونا نوقف عندها شوي. اوكي هيدي شيز ا فريند اوف ماين شيز فروم فنلاند. انيويز تقريبا انا بحب اشتغل على الوجه ما يكون ريل. يعني انا صوري مثلا بحط انه اوكي مرات بشتغل مع ناس بدهم اشياء ريل بعمل لهم ريل بس انا بحب كمان اعطي ماي تاتش ماي ايموشن ماي مود ماي فيلينج. هذا الكاركتر اذا بيحمل تظبيط بظبطه ما عندي مشكله. اكثر شيء عم تشتغل على عينين اذا لاحظنا سعد يعني بنطلع من عينيهم بنحس كانه عيون بصراحه مثل ما بيقولوا انه اتس ذا يعني دور تو ذا سول. يعني هن العيون كل شيء. اذا واحد عيونه منهم مضويين منيح او منهم ما فيهم اكسبرشن بيكون انسان منه كثير انترستنج. شو شاغل فيها؟ هيدي كثير شاغل فيها. هيدي وجهها عامله شوي مثل الين مكبر لها عيونها شوي ومزبط لها وجهها شوي وتقريبا
غير الاضاءه والهي. بس انا بالنسبه لي حاب اقول شغله، يعني كيف من زمان كانوا يصوروا عادي يروحوا على الدارك روم الحمراء يقعدوا يشتغلوا على فيلم يحمدوه كل هالقصص. انا فور مي فوتوشوب از ماي دارك روم. يعني هلا اللي بيصور ديجيتال الفوتوشوب هو الدارك روم تبعه. وعلى فكره في نوع من الصور اللي هو الاتش دي ار اللي هو هاي دايناميك رينج، يعني واحد مثلا بيصور ثلاث صور يعني مثل بصير مثل العين بتلقط كذا نوع اضاءه، يعني بتلقط من هون وبرا يعني بتعطي تون الرينج اكبر. هذا الشيء تقريبا يعني شو بدي اقول لك، عم بحكي كثير بسرعه معلش في معلومات كثير انها اوكي. فالمهم انه ما بعرف نسيت شو السؤال عن اتش دي ار عم تحكي. اي بس قبل شو كان السؤال؟ يي سعد هلا ضيعتنا. اوكي خلونا نشوف صور. هو الصور نلت عليهم جوائز اذا بدنا نحكي عن هول الصور. اي مزبوط. في الصوره اللي قبل هيدي اخذت عليها ذا بيست بيكتشر اوف ذا مانث اون ويب سايت اسمها dreamlight.com. هيدي اخذت عليها بيكتشر اوف ذا ويك كذا مره بس. اي هيدي هيدي اذا بدك يعني شاركت فيها بويب سايت وربحت بيكتشر اوف ذا مانث واعطوني مثل جوائز اشتري اشياء من عندهم. هي انت مصوره هيدي اتس 3 دي اتس نوت ا بيكتشر. يعني هيدي مثلا انا بجيب الكاركتر اوكي من سكراتش، بعمل له البوزيشن تبعه له، بحط له فستان، بحط له شعر، بركب المي. يعني انت مركبها لهي الصوره 100%، يعني ما فيها شيء حقيقي. طيب شو بدك تقول من وراء هالصوره؟ هي بصراحه تقريبا انه كيف واحد بيكون تقريبا عندك التفاحه بالحياه اللي كلنا بنعرف شو قصه التفاحه ان ديفرنت انتربريتيشن. فبيكون واحد جاي لياخذ التفاحه اللي هو بده اياها فبيطلع له شيء على اخر تكه ما بيخليه يوصل له. تقريبا مثل انه يعني ما بعرف هذا الاحساس شو اسمه، بس انه قبل ما واحد يوصل لشغله بده اياها تكب بيجي شيء بيلقطه ما بيخليه يوصل. بكل الاحوال يمكن كل شخص بيشوف الصوره هو منه لحاله بيشوف مسج معين من خلال الصوره عم يشوفها. هذا مين؟ هيدي بصراحه اسمها الايمج لورنس اوف فلورنس. حبيت انا بحب عاده لما اعمل اشياء 3 دي ما اعمل اشياء كثير انه امريكان ما ينعرف انه هيدا اللي عملها عربي، عشان بصراحه كلبنانيه كعرب بعدهم انه اوكي يمكن مصاري بيعملوا اشياء كانه انيميشن مهضومه وهيك، بس انه بعدنا كثير ما 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 فتنا بهذا المجال. فبحب اعطي طابع شوي شرقي للصور. فحبيت اعطي واحد شكله شوي ايطالي على اجنبي بس لابس تربن يعني، وشكله كانه مثل لورنس اوف ارابيا، انه فلا يعرف انه هيدا اوكي شايفين كثير اشياء بس انه هو غير. يعني اذا بتشوفي الماجوريتي تبع الصور تبعهم تقريبا عندهم زيت شيء وومن فتش فيمينين لوكس وات ايفر، سو حبيت اعطي شيء ديفرنت بس لحسه انه غير شوي. اوكي سعد بعد 9 ايام 15 ايلول تحديدا في ورك شوب انت رح تقوم فيه لكل الاشخاص اللي حابين يتعلموا هالتقنيات. خبرنا اكثر عن هذا الورك شوب، لمين رح بيكون موجه ولايمتى رح يستمر؟ اوكي الفكره تبعت الورك شوب اكشلي يعني في بتعرفك انه هلا كل شيء على الفيسبوك تقريبا، في ناس كثير انه مثلا بيحبوا شغله ما بعرف شو فبيقولوا لهم انه بتعلم، بقول لهم لا، بيقولوا لي طب علم بالجامعه اللبنانيه، وانا بصراحه انه ما كثير بتحمس اروح اعلم بالجامعه اللبنانيه ودوام ماش. فقلت انه كذا حدا قلت خليني اعمل هالورك شوب، انه انا اول شيء بستفيد يعني عاده اذا واحد بيعرف شيء اذا عم بيعلمه لحدا اذا هو عنده اشياء مش فاهمها كثير بيصير يجاوبهم ويركز على 100%، سو بستفيد انا وهن بيستفيدوا. فتقريبا عم بعطي ورك شوب اون ذا 15th اوف سبتمبر بمحل كثير لذيذ حد بيتي، هو هذا المحل على فكره انا بي رسام وبحب كنت ارسم بس ما عندي هالقوه يعني. فانه كنت امرق دائما حد هذا المحل الرسم فاطلع اقول يا ريت انه برسم ما برسم بس يعني ما بفوت فيه. انا بالنسبه لي الفوتوغرافي هو الرسم بالضوء، يعني مثل ما بتعرفوا انه الفوتو از لايت وجرافي از كتابه، سو فوتوغرافي از كتابه بالضوء، سو هذه طريقه الرسم اللي انا برسم فيها. فحبيت اعطي هذا الورك شوب هونيك يعني بمحل الرسم وهو المحل اسمه ذا ارت ورك شوب، بيعلم رسم بيعلم سكالبتشر بيعلم كثير قصص. فحكيت معهم قلت لهم انا 3 دي ارتست وفوتوغرافر حاب اعطي ورك شوب هون، وكانوا كثير يعني تاهلوا فيي وحبوا الفكره. وتقريبا انا عم بعطي تقريبا 8 سبجكتس على 9 سيشنز، يعني هو الورك شوب بضله تقريبا شي شهر وتقريبا كل اربع سبت عم نعطي صف ساعتين. يعني من 15 ايلول ل 13 تشرين الاول كل نهار اربعة وسبت. مزبوط. بتذكرنا وين المطرح؟ ذا ارت ورك شوب بشارع ادونيس سادات حمرا بالحمرا. اوكي بعد في شيء في ورقه قدامك بدك تحكي عن كل هالمواضيع، في شيء ما حكيت عنه؟ بس كنت حابب احكي انه هالورك شوب شو حعلم فيه؟ حعلم فيه فوتوغرافي اكيد، لايتنج، كومبوزيشن، اتش دي ار اللي حكيت عنه، 3 دي اكيد اكزاكتلي، 3 دي انيميشن، 3 دي ستيريوسكوبيك اناجليفز ويتش از هول الصور اللي بتشوفي بتلبسي عوانات احمر وازرق لتقدري تقشعي صوره 3 دي وتعطيكي ليفلز بالدبث تبعولها، وحعلم فيديو اوديو اديتنج وفوتوشوب اكيد.
هو المواضيع رح ينعملوا بظرف شهر تقريبا، كيفين هالايام هو اللي صراحه هيدا الكورس انا يعني بضمن انه واحد اذا ما بيعرف شيء ابدا 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 بس بحب اكيد وعنده باشن في يبلش من ما بيعرف شيء ليصير عنده تاتشينج سم بروفيشنال ادفانس تيبس. اوكي هلا هو مقسمه انا انه حروح واجي بين اشياء كثير عشان كلها مترابطه يعني 3D اكيد لما تعملي ايمج بدك تعرفي كيف الكومبوزيشن تبع الصوره بدك تعملي لها اضاءه وزيت الشيء الاضاءه يعني كله متعلق ببعضه سمها. اوكي فاذا سعد بس سؤال اخير اذا حدا حابب يتصل فيك تا يشارك بالورك شوب اذا حدا حاب يتصل فيه في يتصل فيه على رقم تليفوني او على الايميل اذا بدكم بعطيكم اياهم هلا. ايه اوكي 03-811-03-811-242-242 او الايميل skylinked@gmail.com. اوكي في شغله ثانيه بس حاب احكيها ما خصها بالموضوع ما بقى في وقت يلا اوكي عم بشتغل كمان مع ماريو باسيل بمسرحيه الريلودد بنصح كل الناس يروحوا يحضروها وكمان عم نحاول نشجع الارتست اللبنانيه اللي بيحبوا تو بروموت ذير ورك انه يعطونا شغلهم منشان نطلعه قبل المسرحيه لنعرضه للعالم. نعم اوكي ثانك يو شكرا لك سعد سلوم ما بقى في عندنا وقت مصور فوتوغرافي بنتمنى لك التوفيق. ثانك يو فيري ماتش انبسطت فيكم اهلا وسهلا فيك سعد.